سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه، نتمنى تكونوا كدوزوا نهاركم مزيان وكلشي هو هذاك. مده طويله هذه ما هضرت معكم، مده طويله هذه ما حطيت لكم شي فيديو، توحشتكم وتوحشنا نهضر معكم. قلت غادي نحط لكم هذا الفيديو هذا، نجاوب على الاسئله ديالكم، نهضر معكم. اولا الاسئله ما بقاوش يتعاودوا، وباش نبدي نحط لكم لي فيديو هنايا في يوتيوب. فسولتوني بزاف ديال الاسئله، كنت حطيت لكم البوست. البنات اختاريت غير الاسئله اللي كيتعاودوا، حيت كاينين بزاف ديال الاسئله تبارك الله، ما غاديش نقد نفوتهم كاملين. سمحوا لي البنات اللي سولوني وما غندوزهمش، حيت كما قلت لكم نفس الاسئله كيتعاودوا. علاش السؤال هذا كيجيني بزاف بزاف بزاف؟ السبب ديال الوفاه ديال الام ديالك الله يرحمها، انا سندوس. تحيه لك سندوس. شنو السبب ديال الوفاه ديال ماما؟ ماما كانت مريضه، كان عندها كانسر. ماما عانت بزاف، عانت شي تقريبا شي 3 سنين ونص. ماما ما عانتش بوحدها، كنا كنعانيو معاها كاملين. واخا كنتو كتشوفوني كنحط لي ستوري، واخا كنتو كتشوفوني كنحط لي فيديو، داكشي علاش كنت كنغبر عليكم. ما كانش عندي المود صراحه انني نحط بزاف، وحياتي صراحه كانت مقلوبه. كنت باغا ماما غير تبرى ونرجع عاوتاني كيف ما كنت. فهادشي اللي كاين البنات، على داكشي ما تحكموش على بنادم واخا تشوفوه ضاحك واخا تشوفوه فرحان، راه يعلم الله من مور ديك الضحكه شنو كاين. هادشي اللي كاين البنات. السؤال الثاني، اكثر حاجه طرات لك خايبه هاد العام وحكي لينا علاش. هذه الحاجه اللي طرات لي خايبه هي الموت ديال ماما، واول مره نعيش شي حاجه بحال هكا، شي تجربه ديال الموت، وما كنتمناها حتى شي واحد. واخا غنموتو كاملين في التالي، ولكن كنت كنتمنى انني واحد النهار، ولا كنت كنتمنى ان نهار كتب لي الموت، نموت قبل الوالدين ديالي، حيت اصعب حاجه هي. شنو الحاجه اللي كتغير مزاجك للافضل؟ سلمى، شنو الحاجه اللي كتغير مزاجي للافضل؟ هي نكون مع الناس اللي كنبغيهم. سولتو مع صاحبتي، نتوما كتعرفوها المهيله، فكنحس بانها كتفهمني، ما احتاج انني نبرر شي حاجه، نهضر كيف ما بغيت، نتصرف كيف ما بغيت، نخرج انا وياها، نضحكوا جميع، وفوالا هادشي اللي كان. هادي الحاجه اللي كتخليني فرحانه، وانني نشوف حتى العائله ديالي فرحانين. شنو النصيحه اللي تبغي تقدمي لوحده عندها 17 عام؟ سلمى، النصيحه اللي نقدر نقدم لك، واخا انا ما فيتكش بزاف، فيتك بواحد العام ونص هكا، كنبغي نقول لكم قراو الدوا في قريتكم، تهلاو في والديكم، ماشي غير الموجه اللي جات غادي تديكم. داكشي بقى فيا. ما تكثروش الصحابات، ديروا ماماكم هي صديقه ديالكم، عاودوا ليها كل شيء. فما تكثروش الصحابات، حيت الصحابات يقدروا يخرجوا عليكم في هذا لاج هذا. وفوالا هادشي اللي كاين. ما شيغي، شنو تي بوين فور؟ النقاط اللي قويين فيا، وعندي واحد الشخصيه قويه صعيبه انها تهز، وما كتهزش نهائيا الحمد لله. شخصيتي قويه كتعجبني، حيت فهاد الوقيته هادي خص تكون عندك شخصيه قويه باش تقدري انك تواجهي العالم الجميل اللي عندنا حنايا. اختي ما جاتكش فكره تحيديها السوشيال ميديا مني ما تش ماما سينو جو تيم وراك فنا كوتشر؟ جاتني فكره. النهار الثاني يمكن فاش ماتت ماما، كنت كندور هكا في انستغرام، فاش حطيت هذاك البوست النهار الاول فاش ماتت ماما، النهار الثاني بقيت كندور هكا في الانستغرام، وكانت كيسه حدايا رجاء هي اختي ونهيله صاحبتي، فجلست في حركه وقلت لهم انا بغيت نحيد كل شيء. شافوا فيا بحال هكا اختي، وقالوا لي بلا شحال انت كتقاتلي وشحال انت باغا توصلي، ونهار اللي غتقربي توصلي تحيدي كلشي. بقاو كيسيبورتيوني، علاش غتحيديهم، علاش هذا؟ وفوالا هادشي اللي كاين. وفكرت ان ماما كانت باغيتني نوصل لبزاف ديال الحوايج، فان شاء الله نحقق واحد الحلم اللي باغا نوصل ليه. السؤال اللي من بعد، واش تقدري تسامحي شي واحد ظلمك؟ سلمى، انا كنسامح وقلبي بيض من جهه كل شيء، واخا بنادم ما عرفت شنو يدير ليا كنسامح، ولكن ما كننساش، كتبقى ديك الحاجه في دماغي. يعني فبنادم الا خرجتو من حياتي ما كنعاودش ندخلو، كتبقى غير واحد العلاقه سطحيه وصافي، ولكن الخاطر ديالي من جهته صافي جدا. فهادشي اللي كاين البنات، غنسامح شي واحد ظلمني، ولكن ما عمري ولا غادي ننسى. شنو المبدا اللي كتمشي به في حياتك؟ شنو المبدا اللي كتمشي في حياتي؟ هو ديتها في سوق راسي، ما عنديش بزاف ديال الناس كنعرفهم في حياتي، ما كندخلش في الشؤون ديال الناس، واخا هذيك فلانه دارت وهذيك فلانه دارت الله يسهل عليهم، هذيك فلانه دارت ما شفتش ما عرفتش. هذا هو المبدا ديالي في الحياه، خاطرني واحد الانسانه كالم، واحد الانسانه عاديه جدا.
اللي باغي غير السلام والتعادل في هذه الحياه هذه. شي حاجه كون ما كانتش حرام كون درتيها سلمى. حتى حاجه الصراحه اي حاجه حرام خايبه. ف ما جاش ربي وغير دارها حرام هكاك، راه داكشي فيه حكمه، فما غندير حتى شي حاجه وكان كان داكشي حلال. انا فرح كنبغيك بزاف وما عندي حتى شي سؤال، بغيت غير نقول لك ربي يعاودك بالخير، واخا الام ما كتعوتش ولكن الحمد لله وربي يرحمها. ربي يخليك حبيبه ديالي، وعندك الحق الام ما كتعوتش وما كيعوضها حتى شي واحد، وبلاصتها تبقى ديما خاويه وغيبقى ديما عندك واحد الفراغ في حياتك. والناس اللي ما عندهمش اولا فاقدين الوالدين ديالهم يعرفوني على من كنهضر. انت زوينه وقلبك بيض احلام. ربي يخليك، شكرا. شوفوا البنات غير يكون قلبكم زوين داك الشيء نعاكس على وجهكم، فالناس غتبغيكم غير هكاك. الناس غترشق لها عليكم. بغيو الخير للناس كتر ما تبغيو هاد راسكم، ما تحسدوش الناس، حيت كيما قلت لكم من ورا ديك الضحكه ما تعرفوا كاع شنو كاين. يقدر ربي انت يعطيك واحد الحاجه وهذيك الانسانه هذيك ما عطاهاش شي حاجه اخرى، وكتحسديها على شي حاجه بسيطه عندها، علاش غادي تحسديها؟ قولي الحمد لله ودعي ان ربي يعطيك شي حاجه زوينه. بغيو الخير للناس قبل ما تبغيو هاد راسكم، ديروها زوينه كما كيقولوا في هاد الحياه هذه، باش النهار اللي غتمشيو غيذكروكم غير بالخير. شنو الهدف ديالك؟ اول شي حاجه كانت ماماك باغياتك توصلي لها. انا زينب، شنو الهدف ديالي من هاد الحياه وشنو الحاجه اللي كانت بغيتني نوصل لها ماما؟ هي انني نقرا، انني نوصل، انني نوصل داكشي اللي باغيه. كانت كتقول لي انت باغيه تعيشي واحد الحياه زوينه، فخصك تقراي، خصك تخدمي. وكانت بغيتني نوصل حتى في يوتيوب، كتقول لي خدمي على لاشين ديالك حيت انت كيعجبك ديري لي فيديو، هذا كيعجبك تلبسي. فان شاء الله نكون عند الحسن الظن ديالها وتشوفني ان شاء الله كيف ما بغات ونفرحها. ولا شي اللي كاين، شنو تقدري تقولي لماما كيف هذا الفيديو؟ يعني بزاف بزاف البنات ما يتقال، وكان ماما ترجع عندي بزاف ما نقول ليها. كنبغي نقول ليها كنبغيك بزاف وغتبقاي ديما معايا وغتبقى بلاصتك ديما معايا، غتبقى بلاصتك ديما خاويه، تبقاي عزيزه دائما. ما بغيتش نبكي في هذا الفيديو هذا، وما كنبغيش نشارك معكم شي حاجه نيجاتيف. وانت هي مثال ديال المراه القويه، المراه اللي كافحات على ولادها، المراه اللي كتبغي ولادها يكونوا حسن بها. اشهد الزين ما شاء الله. شنو سر جمالك؟ ما كاينش شي سر، السر هو القلب. القلب ديالك يكون زوين داكشي غيبان على وجهك. الاخلاق ديالك يكونوا زوينين، يكون التعامل ديالك زوين مع الناس، فغير يكون البنات قلبكم زوين وتكونوا كتبغيو الخير للناس وما كتكونوش كتحقدوا، راه داكشي غينور ليكم وجهكم. كيفاش تغلبتي على الحزن ونتي من جديد؟ هدى من الجزائر تعجبني بزاف، تحية للناس الجزائر. البنات الحزن ما عمركم غادي تتغلبوا عليه. تقدري تخرجي تفوتي نهار زوين تضحكي، نهار اللي غترجعي للدار وغتفكري الحوايج اللي كانت كتقولهم ماماك، كتشوفي شي حاجه ديالها، كتفكري الهضره ديالها، كتشوفي تصورها، كتسمعي لي زوديو ديالها، ف غيولي داك الحزن من جديد. فما كتغلبيش على داك الحزن، كما قلت لكم داك الحزن غيبقى معك حياتك كلها. شنو هي البنات؟ كتكملي حياتك و كترضاي بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى. قولوا اللي جات من عند الله مرحبا بها. ولا هادشي اللي كاين البنات، وداك الحزن راه ديما غادي يبقى، وديك البلاصه راه ما عمر شي واحد ولا غادي يعمرها، غتبقاو دائما عايشين بواحد النقص. وغتكملوا حياتكم ومجبورين انكم تكملوا حياتكم. ما عندي لك حتى شي سؤال، بغيت نقول لك راك فينا ما شاء الله، وما تبقايش تخبري علينا، والله يخليك ديما ضحكه نجوى. شكرا لك نجوى، ربي يخليك، وان شاء الله نكون ديما في حسن الظن ديالكم وما نخبرش عليكم ان شاء الله. السؤال اللي من بعد بغيت نقول لك غير كنحبك بزاف، لوف يو، وخليتي بلاصتك من غبرتي، ربي يخليكم البنات. حتى انا توحشتكم بزاف، توحشت نهضر معاكم، كنرتاح باش كنهضر معاكم وكنحس بكم بحال صحاباتي. الزين ديالي الحياه كتستمر، ما ديري في قلبك والو. هند ماني، الحياه كتستمر وكما قلت لكم داك الحزن غيبقى معاكم ديما. فالحمد لله على كل حال. كيف بقيتي وكيفاش درتي دوزتي المحنه بعد الوفاه الام ديالك الله يرحمها؟ نقولوا الحمد لله البنات على كل حال. وكيفاش دوزت هذيك المحنه؟ كانوا دايرين بيا ناس زوينين، صاحبتي اللي كتعرفوها، جيران ديالنا، لا فامي طبعا، هما كل شيء، اللي شاركونا الحزن ديالنا
هما اللي صبرونا، فالناس كتدعي معاك بالصبر، الناس كتعاونك، فكنبغي نشكرهم من هنا. شحال في عمرك وفاش كتقراي رانيا؟ انا في عمري 18 عام، وفاش كنقرا في لافاك دايره ليتيراتور فرونسيز. كيفاش تغيرات حياتك قبل ومن بعد الموت ديال ماماك الله يرحمها ويوسع عليها يا ربي؟ ريهام، تحيه لك ريهام. كيفاش تغيرات حياتك؟ داك النقص دائما كاين كما قلت لكم. فاش كنخرج انا وبابا واختي هكا كتبقى بلاصه ماما ديما خاويه، صعيبه بزاف انك تولي لحياتك الطبيعيه كيف قبل، ولكن الحمد لله على كل حال. مع من عايشه وكنبغيك ايا عايشه مع بابا واختي. فوالا الحبيبه ديالي، كنحماق عليك، كوني قويه حتى انا كنحماق عليكم. شكرا بزاف حبيبه، ربي يخليك. كي دايره الزينه؟ نتمنى تكوني في احسن الاحوال لمياء. نقول الحمد لله. والو غير كنبغيك انا. تحيه ليك دنيا، وحتى انا كنحماق عليكم. بصراحه ما لقيتش شنو نسولك، ولكن فرحت ملي رجعتي باش تحطي فيديو في يوتيوب. تبارك الله عليك اختي، وخليك قويه. تحيه ليك احلام، عندها نفس السميه ديالي. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، توحشتك بزاف والله ناليا، حتى انا توحشتكم وبزاف البنات. ومن هنا بغيت نفتح لكم واحد السوجي، واحد القوس ونبلعوه. فواحد البنت بات لي واحد الكومونتير، قالت لي كيفاش انت يا ماما كي الله ماتت وحاطه تصاورك ومانيش عارفه. اول حاجه شكون انتيا باش تحاسبيني ولا تعطيني المواعيد؟ هذيك ماما اللي ماتت، هذيك ماما اللي مشات، فماشي انت اللي غادي تجي تعطيني المواعيد ولا غادي تجي تنصحيني. ماما كانت بغيتني نوصل وغنوصل ان شاء الله. نتوما كيعجبكم تشوفوا بنادم تحت الصباط، ما كرهتوش تشوفوا بنادم مجرجر. بحال هذا النوع هذا البنات كما قلت لكم كيبغي يشوفكم غير طايحين، ما كرهش يشوفكم هكا مرمدين. الكومونتير هذا ما اثرش فيا وما كنتش باغا نهضر فيه، غير بغيت نوضح وصافي، حيت كما قلت لكم هذيك ماما وانا اللي حاسه بهذاك الوضع. حتى شي واحد فهاديك السيتواسيون، حتى شي واحد ما كنعيش معايا، حتى شي واحد ما شاركني الحزن دياله. واحد الفئه ديال الناس لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفتش فين مربين، ما عرفتش فين كابرين. الله يهديكم على راسكم. ما عرفتوش كيفاش كتنعسوا وكتقولوا للناس الهضره بحال هكاك. الحمد لله انا شخصيتي قويه وحتى شي حاجه ما كتهزني، الحمد لله يا ربي. وحتى شي كومونتير ما كيأثر فيا، بالعكس داك الكومونتير اللي كتكتبي راه كيخليني نكون قويه اكثر ونزيد نخدم على راسي. سؤالي من بعد، كيفاش دوزتي الامتحانات؟ وكنحبك بزاف والله يحفظك. دوزتهم مزيانين الحمد لله، واخا يعني كانت فتره صعيبه، يعني من مور الموت ديال ماما كنا غندوزو، ولكن حاولت انني نحفظ ونمشي ندوز. اكثر صفه كتكرهيها في البنات ونفس الشيء في الاولاد؟ سلمى. اكثر صفه كنكرهها في شي بنات هو انهم فيهم السم وكيحسدوك على حتى شي حاجه. كيحسدوك تقدري تكوني غير ضحكه، يحسدوك تقدري تكوني غير لابسه مزيان ولا شي حاجه. بحال دخيتي هذه اللي كتبت لي هذا الكومونتير هذا، عارف واش عندها قلب ولا حجره ولا مانيش عارفه، بحال كتبغي تزيد تكمل عليك. ولكن هاي هاد ملي كتكتبي كومونتير بحال هكا كتبين على المستوى ديالك، وكتبيني على التربيه ديالك وفين فين فين عايشه. كنتمنى شي نهار تختاري شي بلاصه وتعلمينا قبل ونتلاقاو كاملين، زعما بغيتي تقولي زعما ميتا ان شاء الله يا ربي. علاش لا، الى اليوتيوب ديالي والانستا ديالي طلع واحد النهار، علاش لا ما نتلاقاش معاكم؟ وبغيت نتلاقى معاكم ونسلم عليكم ونجمعوا كاملين ونتصوروا ونضحكوا. علاش اكثر صفه كتجب داك الشخص؟ عاوتاني سلمى. مرحبا لاله سلمى، نجاوبك. اكثر صفه كتجذبني الشخص هي انه يكون شخص متواضع، كيعجبني التواضع، كيعجبني انسان كيكون غير كيضحك، كيعجبني انسان اللي على قلبه على لسانه، كيعجبنيش هذاك الاتيكيت والتصنع ومانيش عارفه. التواضع، البساطه، هادشي اللي كاين البنات، والصراحه هي الاهم. اوفر البنات، حاولت انني نجاوب على الاغلبيه ديال الاسئله، والبنات اللي ما جاوبتهمش يسمحوا لي حتى المره اخرى ان شاء الله. كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم وكنتسطى عليكم، وشكرا بزاف على الرسائل ديالكم. وان شاء الله نرجع نحط لها فيديو ونكون عند الحسن الظن ديالكم. كنبغيكم بزاف وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، على الدعوات ديالكم لماما.